26 27 28 29 30 30 mois 30 jours 28 أنا اسمي سعود العذبة. اللي تعلمته من تمرين المصارعة اللي شفناه في يعني نشوفه في التلفزيون يعني في التطبيق الواقع العملي شيء متعب وشيء مستحيل ويحتاج إلى تمرين جاد يعني بشكل غير طبيعي. أنا اسمي علي الماجد. And I started wrestling 1.5 years ago. Why do I speak English? Well, it's just a part of me and who I am. If the people don't like me speaking English, that's their problem, not mine. If it locks against the joint, yeah, don't talk during wrestling. I'm the only guy that's talking. أنا اسمي محمد عبد الله العماد. أنا أتمرن من نهاية 2017 تقريبا صار لنا سنة ونص. في البداية كنت متوقع أن السالفة سهلات و. موضوع ما في اي تعب ولا في اي خطوره ولكن خطر جدا طلع والاصابه ممكن تسبب لك اي كسر ومشاكل كبيره. انا اسمي اشرف الشهير بالعمده. انا اتمرن مصارعه تقريبا من 13 شهر. انا اول مره اتمرنت مصارعه كنت خلاص قررت بعد اول يوم ان انا اسيب المصارعه من حسيت ان دي حاجه صعبه ومش هقدر اكمل فيها لان أنا متعود إن أنا لاعب كمال أجسام ومدرب كمال أجسام فما كنتش متعود على الخبطات مش متعود على حاجة فخبط أو رزعة أو ممكن يجيني فيها ألم أو تكسير في عظام أو أي ألم في الأعصاب. عبد الله حاتم علي مقيم قطافة. بديت أتمرن مصارعة من 2017. انا شعوري اول ما بديت مصارعه ان دي حاجه كان نفسي اعملها من زمان واخيرا حققتها كان شعوري ان انا طاير ان انا بعمل حاجه اللي انا بحبها اخيرا. My name is شهاب شاهد. I started wrestling in March of 2018. انا اسمي محمد الجمل. انا تقريبا بدات تمرين المصارعه من سنتين بس يعني في تقطيع في الفترات. انا اسمي اسامه العمادي. انا عمري 16 سنه. انا اتمرن حوالي سنتين او ثلاث اشهر. انا اكتشفت ان المصارعه ما فيها اي مزح تعور وكل شيء ما في لا تمثيل ولا شيء. All we gotta do is 30 plus 30. 30 seconds in defense, 30 seconds in offense. Michael Kovac, right. First time I saw him was obviously at the QPW Super Slam. I liked his promo skills. Then when I learned he's coming here, I was super excited. I walk into the locker room and then I just see him come out and he's not like maybe other wrestlers who like to show off and that they're a big deal. Comes in, says hi, very super chill guy. Comes into the ring and everyone's just scared of him. Me personally, not really scared, but I do respect him because obviously he's a professional. تجربت مع مايكل كوفيد حاجة يعني حاجة جديدة. حاجة كنت دايما بحلم ان انا اتمرن فعلا مع مصارع قيمة زي كده. استفدنا منه كتير. استفدنا حتى في اي كلمة بيقولها حرفيا كنا بنستفاد منها. حاجات مش هنستفاد منها هنستفاد منها العشر سنين الجاية حاجة تجربة عظيمة. It's all basic jiu-jitsu. It's a lot of judo jiu-jitsu in it. It's all easy stuff. You don't need power to beat. مايكل كوفيد مدرب ممتاز وشخصيا كشخص انا والله حبيته. انا بالنسبة لي مايكل كوفيد مدرب من المدربين الناجحين جدا بكل المقاييس. راجل عنده اكسبيرينس فاهم هو بيعمل ايه. بيقدر يطلع خبرة في كل واحد عنده نظرة في كل لاعب اللاعب ده يقدر يسوي كذا اللاعب ده ما يقدرش يسوي كذا. داش جاد ما لا مزح ولا أي كلام. تمارينها صعبة قوية يبي لها واحد جامد واحد يستحمل وجاد. شخصية طبعا ليه هيبة تخش مع الحلبة انت كمنظر وكشخصية وككلام معاك بيخوف بس بعدين بتلعبوا معاه وبتدربوا معاه ما بيحصلش يعني تحسه صاحبك بيتكلم معاك وكان الموضوع معاه ظريف واتدربنا واستفدنا منه حركات كثيره جدا ونتوقع يعني ان شاء الله نشوفه كمان مره ويدربنا حركات اكثر واكثر. هذا علينا يعرف احنا ايش عندنا ايش طاقاتنا ايش نقدر نسوي ايش ما نقدر نسوي ايش ما نقدر نسوي فخذ راحته على الاخر وقام يهلك في الشباب واحد واحد يطلع كل اللي في خاطره. No?
مدرب ممتاز وشخصيا كشخص انا والله حبيته وهم ومرح وروحه طيب ودمه خفيف من ناحيه التاريخ من ناحيه الحمايات اللي اعطانا اياها ساعد اكثر ان نلين الجسم المفاصل ساعدنا اكثر في المصارعه Give yourself a chance. It's not as easy as it looks, but if you want to give it a try, that's the right plane here to train in Qatar, in Doha, QPW Academy.